انت بقى عن الكورس، طبعا الجي ار اي ريبورتنج يعني كورس اكتر من رائع ومطلوب حاليا طبعا في مصر، علشان نقدر نعمل بيه تقرير عن الاستدامة واستدامة الشركات في مصر. مدة الكورس يومين، انا شايفة ان هي كافية جدا كبداية، ولكن طبعا بيبقى فيه كورسات اخرى مكملة للموديولز بتاعة الكورس. قدرة القائمين على شرح الكورس اكتر من رائعة، عندهم النو هاو والخبرة وعندهم سلاسة وسهولة في توصيل المعلومة، فبجد كان كورس مفيد جدا جدا واكتر من رائع كمان. ابرز الموضوعات هي اكشولي الحوكمه والاستدامه وكل الموديولز بتاعتها، وازاي اقدر اصيغ تقرير للاستدامه للشركات المصريه العامله في القطاعات المختلفه. مساهمه الكورس في تحسين مستوى السكورينج بتاع مصر، طبعا احنا كلنا الشركات العامله في كافه القطاعات ممكن تاخد الكورس ده بمنتهى السهولة، بيعرفنا ازاي نبتدي نعد التقرير بتاع الاستدامة، وازاي نقدر نعمل ريبورتنج على تطبيقات الاستدامة جوه كل المؤسسات المختلفة، وبالتالي الشركات لما هتحسن التقرير بتاعها ده بالتبعية هيتحسن السكورينج بتاع مصر في هذا الشأن.